عبدكم يراك الله عاصيا حريص على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها الجمع الطيب الكريم نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة ندعو الله لفضيلته بالتوفيق لنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الشيطان بسم الله الرحمن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس
يا أيها الناس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من لكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم قال للأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يا أيها الناس يا وجعلناكم شعوبا
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Oh.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك وجاهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا قل أتعلمون الله بدينكم
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين إن الله يعلم
والله بصير بما تعملون. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فطال الكافرون هذا شيء والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل قائل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنينا وزيننا
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا كل زوج بهيج
ذلك القرآن الكريم، فمن تسامت آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم، فليس أحلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، المقيم بمدينة القاهرة، الإذاعة الهندسية إدارة محمد الشغبي بميت مزاح مركز مدينة المقصورة، لنرك ربائية محطات الجزل الفخمة إدارة الحاج عوض الله العوضي وأولاده بمركز مدينة السن باللوين، مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد المصلحي المقيمين بصدى، الخدمة الفندقية الممتازة إدارة المتر جمال شبل المقيم بصدى مركز تمي الأمدي. أخي المعز الكريم، شكر الله سعيكم جميعا.